هاي كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم ابو حميد، واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا اليوم رح نروح ونجرب مع بعض مطعم جديد صاير بحمص اسمه جنة حمص. بس قبل ما نروح حابب نوه على شيء كتير كتير مهم عم يصير بالقناة بالفترة الأخيرة، يلي هو انه في 80% من المشاهدات على المقاطع ما نون مشتركين بالقناة يلي عم يشاهدون. بتمنى منك يا صديقي إذا عم يعجبك المحتوى وعم تحب الشيء يلي عم قدمه ما تنسى تعملنا اشتراك وتحط لنا أحلى لايك. وهلأ مشوا نروح لحتى نشوف المطعم الجديد ونصوره سوا، يلا مشوا معي. مثل ما شايفين قدامكم هذا هو المطعم من برا، اسمه مطعم جنة حمص، صاير بأول الطريق أنت وداخل على حمص. هيدي هي أرمة المطعم، وهون مثل ما شايفين قدامكم نحن وفايتين لجوا، وهون في قعدات وخضار وشي ولا أحلى من هيك. وهلأ بدنا نشوف قدامكم مثل ما شايفين هون في القسم الصيني. هذا القسم كله عبارة عن ديكور صيني وقعدات كتير كتير حلوة وكتير رهيبة. وهون القسم الثاني مثل ما شايفين صاير كله خضار بخضار وديكور من شجر مثل ما شايفين قدامكم، شي ولا أحلى من هيك. وهيدي هي السنبلة اللي موجود فيها ورق عنب محطوطة فوقك، ونفس الوقت في شلالات بتتشغل كمان كتير كتير حلوة وظريفة، والقعدة جنبهم كتير رائعة مثل ما شايفين قدامكم. وهيدي هي النافورة لما بتمشي لقدام لأنه عندهم قسم تاني هلأ رح فرجيكم إياه قدامكم. هذا هو بداية القسم اسمه القصر. طيب يا أبو حميد وين بيودي هذا القصر؟ بيودي يا شباب على قسمين، قسم لصالة أفراح مثل ما شايفين قدامكم، هون في ديكور جاهز إذا حبيتوا تعملوا أعراسكم ولا أفراحكم ولا المناسبات الخاصة فيكم. بنفس الوقت في مسبح كتير كتير حلو وكتير ظريف، والقعدة فيه ولا أروع من هيك، وبالصيف فيكم تجوا تسبحوا بنفس الوقت. فهون مثل ما شايفين هذا هو الجسر وفي ورود، وهيدي هي البرزة اللي هن عاملينها للأعراس. نفس الوقت كمان هون عم نصور لكم المشهد والطاولات والديكور، شيء ولا احلى من هيك. وبنصحكم كلكم تجوا وتجربوا هيدي القعده. وبنفس الوقت هون في ابو حميد وكمان محمد دحى بيسلموا عليكم. هلا محمد دحى بيقول هاي. وهون اول شيء عرضنا قدامكم البركله بجبنه، وكمان هون عرضنا المحمره، وهون كمان كنا طالبين صحن فتوش، وبنفس الوقت كنا كمان طالبين صحن حمص. فهذا هو صحن الحمص قدامكم. بنفس الوقت كمان طلبنا كبة مقلية، وبنفس الوقت كمان كنا طالبين صحن متبل، كمان كنا طالبين بطاطا مقلية مثل ما شايفين قدامكم. وكمان هذه وجبة الجوردون بلو وعليها الصوص الخاص فيها، شي ولا أروع من هيك. وهذا هو التشيكن ناجت، شي ولا أطيب من هيك، هدول من المفضلين كانوا عندي. بنفس الوقت هذه هي وجبة الكريسبي مثل ما شايفين قدامكم، 3-4 قطع كريسبي مع شوية صوصات، وكمان هون لحم الشقف، طلبنا سيخين لحم الشقف مثل ما شايفين قدامكم، شي ولا أروع من هيك. فمثل ما شايفين كمان هذه هي صورة الطاولة من فوق، عرضنا لكم فيها كل شيء كنا طالبين. وهون إجا دور أبو حميد لحتى يبلش بالأكل، وأول شيء بلشت آكل من الحمص، وهون إجتني طعمة غريبة. حمص بس ما كتير، ها يعني نص على نص. كمان جينا بدنا نجرب المتبل، قلنا يلا انا هيك متحمس، انا دائما بحب المتبل، بس هون خاب الامل شوي وما حسيت بالطعمه اللي انا بحبها وكان ناقصه شيء. وهون جربنا كمان المحمره، بس المحمره كانت يا بصراحه طيبه، يعني ما بيعلى عليها، كانت طيبه ومشي بشي واحسن بكتير من الطبقين يلي كانوا قبلهم. وهلا كمان اجى الوقت لحتى بدنا نجرب السلطه، فجبنا صحن الفتوش، واجى ابو حميد لازم بقى يسكب، بقى انا بعرف اسكب ما بقى تعرف تطلع معي. فهون كبيت على حالي شوي بس ما كتير انتبهت بالتصوير، فجينا يلا ابو حميد ما بقى يعرف ياكل السلطه، ما عاد تعرف تطلع الشوكه، والمشكله ما انو حاطين معالق لحتى اقعد اكل، واخيرا طلعت معي ونص نزل نص على الارض. فمثل ما شايفين قدامكم هون اكلنا وجربنا الفتوش، وكمان نفس الوقت كانت تقييم نص على نص، يعني ما كتير هالفتوش عجبني بصراحة، يعني بعطي مثل ما قلت لكم التقييم رح يكون بنهاية الحلقة، خلوكم للنهاية لحتى تشوفوا تقييمي على كل الأكل يلي نحن أكلنا. وهون إجا أبو حميد بده يجرب البراك بجبنة، والبراك شكله بشهي يا شباب. وهون أخذنا أول قطة وكان الطعم ولا أطيب من هيك، فعلا كانت طيبة كتير وما علي أي نقاش، شي ولا أروع من هيك. هون إجا دور الكبة المقلية، بنفس الوقت بلش ابو حميد ياكل اول قطه، بصراحه حسيت هيك طري شوي ومن جوا محشيه منيح لحمه،
بس يعني نص على نص لانه لازم تكون محمصة. هون عم اقول لايك 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 بس انا من جوا عم اقول انه لا الكب المقلي ما انا كتير غلط. هون انا متفاجئ ليش معي شوكتين يا اخي. ليش معي شوكتين؟ انت طلعت اخذ الشوكة تبعت السلطة. فهون بلشنا بدنا نجرب التشيكن ناجت. اخذنا اول لقمة مثل ما شايفين قدامكم وحطينا لها شوية بطاطا وبدنا نحطها بكريم التوم. قام بقى ابو حميد تلبك بقى تعرف تطلع البطاطا معنا. حطينا شوية كريم توم عليها واخذنا اول لقمة وجربناها وكان الطعم جدا رائع وجدا رهيب. ما كتير رهيب بس كتير طيبة يعني اطيب من كل شيء دقته قبلها عرفتوا كيف. فكانت فظيعة بصراحة. كمان جينا بدنا هون نبلش ننقل الصحن ونحط قدامنا الجوردون بلو منشان نجربه قدامكم لأن كنت أكتر شيء أنا بصراحة متحمس للجوردون بلو. بلشنا هون ناخد أول شقفة من الشقف وحطينا له شوية صوص وكمان يلا يا أبو حميد ناطرينك نحن. وبصراحة أول لقمة كانت جدا رهيبة. أكتر أكلة عجبتني على الطاولة بصراحة كانت الجوردون بلو. كانت معهم كتير ناجحة وكتير مرتبة. وهون ابو حميد تفاجأ واو شيء ولا اطيب من هيك. حتى اذا انتبهتوا اخذت لقمه تانية لانه عن جد عجبتني وكثير كثير طيبه. بنصحكم كلكم تجربوها لانه فظيعه عندهم بصراحه فظيعه فظيعه فظيعه. وهون اجينا بدنا نجرب الكريسبي. حطينا له اكيد كريم توم واخذنا اول لقمه كمان وكمان الكريسبي كانت لا يعلى عليها كثير طيبه وناجحه معهم شيء ولا اطيب من هيك. بنصحكم كلكم كمان تجربوا الكريسبي لانه كانت كثير طيبه وكتير فظيعة. وهون بدنا ناخد ونجرب الشقف اللحمة الشقف. واخدنا كمان شقفتين واحدة فيها كان لية وبنفس الوقت اللحمة الثانية كانت انه نظامية. وجينا بدنا نفتح الخبزات منشان نحطها بالخبز لانه ما بحب اكل انا اللحمة يا شباب بلا خبز. بحب دائما هيك يغمصها بصوص او شيء بعدين اكل فيها. فحطينا كمان اللحمة وبنفس الوقت غمصناها بكريم التوم. واخد ابو حميد اول لقمة وكمان كتير كتير كانت طيبة وناجحة معهم. وبصراحة بقيمها لهي بنهاية الحلقة ما رح لكم هلأ التقييم خليكم لنهاية الحلقة لحتى نحكي على الأسعار وعلى التقييم. كتير كتير كانت رهيبة وخلونا هلأ ننتقل للفقرة الثانية. وهلأ إجا الوقت يا شباب لحتى نحكي شوي عن الأسعار ونقيم القعدة ونقيم الأكل بشكل عام. أول شيء رح نحكي عن الأسعار. هلأ رح أعرض لكم على جنب الفاتورة بالكامل. طبعا كانت الفاتورة بمقدار 425,000 مع الضرائب وهالأمور هذه كلها طلعت الفاتورة تقريبا 474,000 فبالدولار تقريبا تقدر 35 دولار. هلا بالنسبة للأسعار كانت الأسعار كتير مناسبة وكتير حلوة وما نغالي أبدا. بس هلأ بننتقل لفقرة التقييم. طيب يا أبو حميد شو بدك تحكي على الأكل اللي أنت أكلته؟ طيب هلأ رح نبدأ واحدة واحدة. أول شيء رح نبدأ بالفتوش والمقبلات وبعدين نوصل للوجبات الرئيسية. الفتوش بصراحة بقيمه 6/10 ما كان كتير طيب بصراحة ناقصه شيء حسيته عادي. الحمص كتير عادي قيمه 5/10. الكريم توم ما شبه شيء 7/10. المتبل بقيمه 4/10 لأنه ما نمتبل بصراحة ما نطيب أبدا. المحمرة ما شبه شيء بقيمة 8/10. البطاطا المقلية كمان بقيمة 4/10 لأنه لينة وما أنا مثل البطاطا اللي أنا بحبها بتكون هيك عم تقرمش. البرك اللي بجبنة طيبة ما شبه شيء بقيمة 8/10. والكبة المقلية بقيمة 6/10 لأنه طيبة بس شوي طرية يعني الكبة المقلية لازم تكون عم تقرمش بالتم عرفتوا كيف. وهلا بننتقل للوجبات الرئيسية اللي كنا طالبينها. كنا مثل ما كنتوا شايفين طلبنا وجبة كريسبي ووجبة جوردون بلو وتشيكن ناجت وشقف يعني وجبة شقف لحمة شقف. فالكريسبي كانت بصراحة رهيبة. قيمة للكريسبي 8.5/10 لأنه ما علي أي كلام وكتير طيبة. الجوردون بلو بصراحة كان أطيب شيء أنا دقته على الطاولة كلها بقيمه 9/10 لأنه عن جد رهيب يا شباب عن جد فعلا كتير طيب. تشيكن ناجت كمان بقيمة 8.5/10 والشقف بقيمة 8.5/10 لأنه هدول أطيب شيء. بس أكتر شيء عجبني هو الجوردون بلو بالإضافة للقعدة. وبشكل عام فرجيتكم أنا كل شيء موجود بالمطعم كان كتير كتير حلو القعدة فيه. بنصحكم كلكم تجربوا. وبس لهون يا شباب نكون وصلنا معكم لنهاية المقطع. إن شاء الله يكون المقطع نال على إعجابكم. إذا عجبكم المقطع ما تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة إذا ما أنكم مشتركين ونشر المقطع لرفقاتكم. بنشوفكم على خير مع السلامة. باي باي.